مصر نظيفة. نروح لحملة مصر نظيفة اللي أطلقناها في برنامج الحياة الآن، واللي بنهدف للقضاء نهائيا على ظاهرة انتشار القمامة على مستوى الجمهورية وإيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الظاهرة وإعادة المظهر الحضاري المفقود للشارع المصري، المظهر الحضاري اللي احنا أساسا نسيناه. كاميرا الحياة الآن انتقلت اليوم إلى منطقة التجمع أمام قسم البدرشين في محافظة الجيزة، وما أدراكم ما كم مشاكل محافظة الجيزة لرصد تراكم القمامة في رسالة زميلتنا هالة أنديل. نتابع. استمرارا لحملة مصر نظيفة التي أطلقها برنامج الحياة الآن، يعني نتواجد بقرية المرازيق التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ولكن هذه المرة ليس فقط من أجل القمامة ومشكلة تراكمها لدى أهالي هذه القرية، ولكن هناك مشكلة أخرى متعلقة بتلوث مياه الشرب بسبب القمامة. هنا يعني ترعى تمثل هي ترعى تمثل مكان لصرف المياه، مياه الصرف الصحي، ولكن يتم إلقاء القمامة بها. هذه القمامة تتجمع حول ماسورة مياه نظيفة توصل المياه النظيفة لأهالي هذه القرية. بعد يعني تعرض هذه الماسورة للثقب أصبحت القمامة تمر من خلالها إلى داخل المياه النظيفة وتسبب عدد من الأمراض لأهالي هذه القرية. سنتعرف على الصورة أكثر مع أحد الأهالي. عرفنا على حضرتك يا فندم، وصف لنا يعني ما هي المشكلة التي تعانون منها. محمد نيازي شميلة، رئيس محل المرازيق السابق. حضرتك دلوقتي عندنا مشاكل كتيره بالنسبه للمرازيق هنا، عشان طبعا المحافظ يا ريت يبص علينا بصه كده، المحافظ الجديد اللي هو ماسك دلوقتي، لان عندنا مشاكل كتيره بالنسبه للكمامه والزباله ديت طبعا متراكمه، والمعدات بتاع الوحده المحليه كل ما نكلمه يقولوا ده عطلانه، ده مش عارف مشكله مش شغاله. فطبعا من الكوبري ده اسمه كوبري نقطه المرازيق، كوبري نقطه المرازيق دي طبعا زي حضرتك مع عرض ما يجيش مترين ونص، وطبعا الزباله زي ما انت شايفها متراكمه، وطبعا الزباله متراكمه وعامله مشاكل جامده، وطبعا في برضه بالنسبه للرصف لدينا 20 سنه البلد طريق ما اترصفش، وفي مشاكل كتيره في والميه بتقطع باستمرار، يعني الميه بتقطع كانت بتقعد كل يوم الساعه 8 للساعه 2 ونص ما تجيش الميه. طب اللي عاوز يتوضى يتوضى ازاي؟ يشطف ازاي؟ وصلت الصوره يا فندم، بشكرك. يعني حاولنا ان احنا نعرف من الاهالي كيف تغلبوا على هذه المشكله المتعلقه بصحتهم. هم يصابون الاطفال هنا يصابون بالفشل الكلوي بسبب تلوث المياه. يعني عرفت من حضراتكم ان انتم حاولتوا تصلحوا الماسوره على نفقاتكم الشخصيه، ولكن المحافظه رفضت. الكلام ده حصل بس في مشكله اكتر. المياه دي مياه كلها تحت ترعه، يعني فيها بالهرسيا، المياه بتيجي معاها الزباله من المنبع نفسه بتاع الترعه. بتيجي تحتجز عند الماسوره ديت، بتيجي تحتجز عند الماسوره ديت. طبعا زي ما انت شايفه ده بتلم علينا دبان وناموس وامراض كتيره جدا. فاحنا دلوقتي بنناشد كل مسؤول في الدوله ان الكوبري ده اساسا مده الصحه بتاعته انتهت، لانه معمول منشئ من سنه 61، يعني الطبيعي بتاعه ان هو منتهي. فاحنا بنناشد المسؤولين ان هم يغيروا الكوبري ده ويوسعوه ويكبروه، وفي نفس الوقت الماسوره المفروض تعلى. المفروض الماسوره اساسا تعلى، وفي نفس الوقت احنا ده بيجيب عندنا امراض، وزي ما انت شايفه الكراخه بتيجي تنظف بتاع الترعه بتجيب الزباله. وده انا قدام ده بيتي، وده كل المشاكل ده كلها قدام البيت عندي. انا كنت زرع اشجار كتير زي ما انت شايفه باظت. والحاجات دي كلها جايه لها امراض. يعني فاحنا بنناشد المسؤولين في الدوله الكوبري ده يهتموا بيه. وفي نفس الوقت لما الميه بتاع الشرب بتقطع بتخش فيها ميه الترعه، المواتير بتاع الميه بتاع البوته لما بتشتغل بتشد من ميه الترعه، والناس جوه مش فاهمه حاجه. فاحنا بنناشد المسؤولين ان هم يشوفوا الموضوع للمشكله دي. وصلت الرساله، وصلت الصوره ليا وللساده المشاهدين بالتاكيد. يعني كنا معكم من هنا من مركز البدرشين، قريه المرازيق التابعه لمركز البدرشين. رصدنا الصوره المتعلقه بتلوث مياه الشرب هنا بفعل ثقب في الماسوره التي توصل المياه للقريه والتي تصل اليها القمامه والبلهارسيا من خلال هذه الترعه. يعني كنا معكم من البدرشين ونعود مره اخرى للاستوديو. شكرا لك يا هالة. رحنا نشوف أوضاع البدرشين من حيث انتشار القمامة. رجعت لنا هالة بقمامة وبمشاكل تانية كتيرة جدا، زي المية وقطع المية ومية الترع وثقب في المواسير. بينضم لي على الهاتف الأستاذ محمد العطفي، رئيس مدينة البدرشين. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا باشا. أستاذ محمد، يعني مشاكل طبعا انتشار القمامة، عايز أعرف تعليق حضرتك عليها، وكمان موضوع المية والماسورة اللي فيها ثقب واللي بتدخل مية الترع واللي بتصيب الناس بالأمراض. أولا بالنسبة للقمامة، أنا أحب بس أقول إن نقابة المرازيق دي باعها 5 قرى، وإن المعدات بتاعتها شغالة، بس بنروح كل قرية بعد يومين على أساس إن إحنا بنروح بالمعدات
او رئيس الوحده وحده المبازيق بيروح يوم بعد يوم لكل لكل قريه، لان مقسومه ثلاث بلاد في يوم وثلاث بلاد في يوم. وطبعا يمكن انت شفت سيادتك الكاميرا، ما فيش زباله، المخلفات الموجوده داخل الترعه دي نتيجه سوء سلوك للمواطنين. اما وطبعا احنا برضه مش ساكتين، ان تم اخطاب برضه ري الجيزه عده مرات لتطهير الترعه، اولها كان بتاريخ 30/7/2015 و4/8/2015 و23/8/2015 و1/10، ومتفقين بان هو برضه راجل وكيل وزاره الري لبى مطالبنا بصراحه، لان هو اللي هي ايه مطالبكم؟ اللي هي مطالبنا ان هو يبعت كراكه واحنا هنشتغل بالمعدات بتاعتنا نطهر شويه المخلفات. هو حوالي من عربيه او عربيتين داخل الترعه، فدي معدات الوحده المحليه بالمرازيق ما تقدرش تجيبهم لان دي عايزه كراكات. طب ولما هي سهله كده، استاذ محمد ليه مش متشاله؟ المعدات دي تبع الري، طبعا الري ده يتبعه المحافظه باكملها، وهو عنده حوالي من كراكه او اثنين بس اليوم على مستوى المحافظه باكملها، وبيأجر بقيه الكراكات. وطبعا هو من شهر احنا رافعين المخلفات دي من الترعه، بتاخد حوالي من عربيه او اثنين. هنرجع تاني بقى لسيادتك لو تسمح لي ان احنا نتكلم على موضوع ماسوره الميه. اتفضل. معايا سيادتك؟ اتفضل. موضوع ماسوره الميه دي، هي ماسوره الميه دي اولا هي فعلا منخفضه في داخل الترعه، وليست فيها يعني كسر او كاني او ماني. واحنا طالبنا شركه الميه والصرف الصحي بالجيزه، اخترناها بتاريخ كان 15/9 بشأن رفع الماسوره، واخترناها بتاريخ يعني دلوقتي الماسوره ما فيهاش ثقب، الماسوره منخفضه. لا ما فيهاش ثقب يا فندم. طيب والميه بتاعت الترعه اللي بتدخل المواسير دي بتدخل بسبب انخفاض الماسوره؟ لا ما بتخشش مواسير خالص، بس هي ماسوره داخل ميه الترعه بسبب انخفاض الترعه، فاحنا اخترنا شركه المياه. طيب انا وصلتني، شكرا ليك استاذ محمد العاطفي رئيس مدينه البدرشين. شكرا. يعني مسألة إن بتروح قمامة أو ما بتروحش قمامة دي مسألة مش كافية، واضح من فكرة العربيات اللي حضرتك تفضلت وذكرتها مش كافية. وكمان موضوع الدفاع عن الماسورة ده وسط ظل في ظل شكوى المواطنين كمان ده مش رد إيجابي. طيب يعني بالنسبة للمدرسة، مدرسة اللي كانت موجودة في محافظة الغربية وتم إزالة هذه القمامة، يعني دي الصورة اللي كانت من يومين، يعني ودي الصورة بعد ما تم تنظيفها بالكامل بعد يومين زي ما وعدنا سيادة المحافظ اللي بشكره شكرا جزيلا. وكمان بشكر إبراهيم خلف مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط اللي بعت لي الصور في الحياة الآن، وكل الشكر والتقدير لكل زمايلنا المراسلين والصحفيين اللي بيجتهدوا في إرسال صور قمامة أو انتشار قمامة في أماكن الشوارع. احنا بنشكر حضرتك سيادة المحافظ على سرعة الاستجابة، وبنتمنى وضع نظام واضح ومحدد للقضاء على القمامة في مصر. حتى يتم ذلك احنا مستمرين في حملتنا مصر نظيفة، وأنا بشكركم مشاهدينا على المتابعة. تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.